سؤال واحد بيقول ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ هل الحلم من الشيطان والرؤية من الله؟ وهل الحلم نتيجة التفكير؟ نرجو الإجابة. الفرق بين الحلم والرؤية إن الحلم يكون والإنسان نايم والرؤية تكون والإنسان صاحي. هذا الفرق. يعني واحد شاف رؤية يعني وهو صاحي شايف، لكن شاف حلم يعني وهو نايم شايف. وكلاهما ممكن رؤية تكون من الشيطان ورؤية من الله، وممكن حلم يكون من الشيطان ويكون من الله، الاثنين زي بعض في النقطة دي. يعني الأحلام، في أحلام من الله وفي أحلام من الشيطان وفي أحلام من العقل الباطن ومن التفكير ومن الحاجات اللي بتثبت في العقل وتتخزن وتطلع كأحلام أو من القراءات أو السماعات أو أي حاجة. في أحلام من الله زي الأحلام اللي فسرها يوسف الصديق، زي الأحلام بتاع دانيال النبي، زي الأحلام اللي جت ليوسف النجار أوحي إليه في حلم أن يأخذ الطفل إلى مصر وقالوا في حلم أن يرجع تاني. يعني أحلام هي من الله.